السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم اكلة ممكن في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها. انا هعمل تونة، بس هعملها بالصلصة. تونة بالصلصة، تونة بالصلصة. بتعمل سنجاري، بتتعمل مقلية، بس النهاردة انا هعملها بالصلصة للي ما يعرفهاش. انا عارفاكم ستات شاطريات عسلات، بتعرفوا تعملوا كل حاجة. جربي الطريقة دي لو انت ما تعرفهاش، وان شاء الله بإذن الله هتعجبك. انا معايا دي السمكية دي كيلو، ومعايا دي، ومعايا الحشوة بتاعتها دي، توم مفروم وريسة شطة وملح وبصلاية، والطماطم دي هضربها في الخلاط. انا كده على فكرة الطريقة دي حلوة قوي وهتعجبك ان شاء الله. كده هحشي التونة. عايزة تعمليها مقلية ماشي، اللي انت حباه، بس الطريقة دي اللي ميعرفهاش وعملها هتعجب. صلوا على النبي يا جماعة وانتوا بتعملوا الاكل، ويا رب تكون وصفاتي بتعجبكم، وبس التعليقات بتاعتكم على القناة يعني حلوة، يعني ما شاء الله. ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن وصفات. بصوا كده انا عملتها بالهريسة الشطة اهي، كده احطها في الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا طاسه سخنه على النار، وحطيت فيها شويه زيت عشان نقليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا منها الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقل بس دولت كده. كده انا حطيت قطعتين. القطعه الثالثه دي انا هقول لكم انا هعمل فيها ايه، بس ايه السمكه بس تخش في القلايه. هنا كده انا هعمل الصلصه، هحط الطماطم في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاكل التونه دي وهتعجبك جدا 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 جدا. هنا يا جماعه التونه خلاص قربت تحمر، اقلبها على الجنب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. واسويها على نار هاديه عشان ايه ما تحمرش من فوق ومن تحت، والقلب ني. هي كده كده لسه هتخش الفرن. يا رب الطريقه دي تعجبكم وتعملها وتلاقيها حلوه. تدايلي تمام، تدايلي كده يا جماعه. انا قلبتها على الجنب الثاني ووقفتها كده عشان هي يعني الحنيه بتاعها دي عشان هي ما تبقاش نيه وكده. لو انت قلبتيها وطلعتيها كده وحطيت عليها ليمونيه شكل احلى تونه مقليه، بس احنا هنعملها بصلصه. تونه خلاص التونه احمرت، يلا نروح نطلعها. نفتح حته اتقطعت منها هلزقها انا دلوقتي. هنا الزيت معايا اهو، ناخد منه الحاجات اللي هي نزلت كده. نفس الطاسة ونفس الزيت، انزل بالبصلة. ده حلو. انا قست من الزيت شوية عشان لقيته كتير كده. حط لها شوية ملح. حط الكمون. هنا البصلة قربت تبدأ معايا اهي. انا مش عايزاها يعني متحمرة جامد كده عشان لو حد تعبان ولا اي حاجة. كده بقى هنزل عليها بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الحتة التالتة انا ما حطيتهاش، انا هحطها في الصلصة دلوقتي نية عشان عندي حد ما بياكلش السمك مقلي. هحطها في الصلصه كده
تستوي مع الصلصه. واغطي عليها وارجع لكم. هنا الصلصه قربت تتسبك، هنا الحته دي هنقلبها كده على الجنب التاني عشان تستوي. حته جميله جدا يا جماعه، كل شويه كمون. شويه ملح. خلاص كده قربت تستوي. شوفي ان جماعه الصلصه، لو انت حابه تقطعي التونه وتعملي الصلصه دي وتحطيها كده، دي اخف من المقليه. حابه تقليها وتعملي كده، تبعي الخطوات وهتاكلي احلى تونه. يعني تسويها كده، بس انا سويتها على البوتاجاز. في ناس بقى بتعملها ني في ني كده في الصينيه وتدخلها في الفرن بحالها، بس البوتاجاز بيسرع عن الفرن. خلاص يا حبايبي الحلوين، الصلصه اتسبكت. هحط عليها بقى ربع معلقه سكر، هتخلي لك الصلصه دي طعمها تحفه، طعمها سكر زي كده. كده انا هحط بقى التونه المقليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي ممكن نلزقوكي بعدين. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا متابعينا الحلوين، يا ستاتنا الشاطرين، يا ستاتنا الشاطريات. قلبي كده، حويت عليها النار وقلبي كده على الصلصه كده. بس انا هسيبها تاخد غلوتين بس تشرب من الصلصه، وادخلها تحت الشوايه وهتاكل احلى تونه. هتاكل احلى تونه ان شاء الله. تغلي غلوتين بس وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، الله على الريحه، الله. بصي خلاص هي استوت الصلصه، اتسبكت. فين الصلصه؟ لو عملتي نفس الخطوات هتاكلي احلى تونه بالصلصه. كده انا هدخلها تحت الشوايه تاخد وش، لانها كلها مستويه، القطعه النيه مستويه والمتحمره مستويه كده، بس هتاخد لي وش تحت الشوايه. هنا الحمد لله رب العالمين، صينيه السمك طلعت من الفرن. ايه رايكم بقى؟ السمكه بصلصه، تونه بصلصه، ايه رايكم؟ هي حمرا بس مش عارفه عندكم باينه حمرا ولا لا. ايه رايك؟ الصلصه ريحتها تحفه. ايه رايك يا جميله؟ ايه رايك على الصلصه والتونه؟ التونه خلاص احمرت، شايفين؟ شايفين؟ ايه رايكم؟ يا رب الوصفه تكون عجبتكم. ايه رايك يا حبيبتي بقى في التونه المصلصه؟ ايه رايكم؟ انا فضيتها لكم في طبق. ايه رايك يا مزه؟ يا رب تكون الطريقه عجبتكم وجربيها وان شاء الله مش هتندمي وتدعيلي وهتاكلي احلى تونه بصلصه. ولو حد قال لك تونه بصلصه قولي له انا هجربها وهدعي للست دي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونوش في اللايك والشير والمتابعه على قناه اكله بسيطه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.